السلام عليكم، وحشتنا جدا 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 من المره اللي فاتت. النهارده عندنا فيديو جامد 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 جامد، هنفتح فيه كل المواضيع. اهم موضوع عندنا طبعا كلكم عارفين ان من فتره كده الحمد لله رب العالمين الذي لا يحمد على مكروه سواه، طبعا ان القناه بتاعتي دي فعلت وبقى ينزل عليها اعلانات، واليوتيوب بسم الله ما شاء الله احتفل بيا خالص وبعت لي كام 3 4 بالونات كده، وقال لي ان احنا ايه، اهلا بيكي في برنامج شركاء اليوتيوب، وهعاله اوديك الصوره الموكوسه اللي بعتها لي. وفرحت طبعا جدا زي العبيطه، وعملت حفله وجمعنا اهلنا واصحابنا على اليوتيوب يعني، وبقول الف مبروك يا حكايات، الله يخليك يا حبيبتي، عقبالك يا مش عارفه ايه، الله يصلح حالك، الف مبروك يا روايات، والحاجات دي كلها. الحاجات دي كلها يا جماعه طلعت فنكوش. انا عايزه اقول لكل القنوات الصغيره، ما تتعبيش نفسك، ما تحاوليش تفعلي القناه، لان من الاخر كده انت بتدي اليوتيوب فرصه ان ياكل عيش على قفا حضرتك. ازاي بقى يا فندم؟ كلنا فرحنا طبعا وقلنا هيبقى عندنا قناه على اليوتيوب، عندنا متابعين، ربنا هيكرمنا بقرش حلال كده. كل الستات اللي حابه ان هي تشتغل من بيتها ابتدت ان هي تقول لك طب انا اعمل ايه؟ اعمل طبيخ. واحده ثانيه هتعمل روتين، الحاجات اللي انتوا واخدين بالكم منها ده. شويه شويه هتفعل القناه بتاعتك بعد ما تقعدي فتره طويله جدا تجمعي في 1000 مشترك. هتجمعي في ال 4000 ساعه، ربنا هيكرمك في الاثنين وهتبقى فرحانه وماسكه خلاص وصلت لحلم كبير جدا، ولا حلم ولا كلام فارغ، كله طلع كابوس. في الاخر القناه هتتفعل، هينزل عليها اعلانات، كل ما هيجي لك ربح اليوتيوب هيضيفه، وبعد شويه يقوم شافط منه، اللي هو ايه؟ اللي هو من حقه ان هو يخصم منك في اي وقت الارباح زي ما هو عايز. يعني لو معاك النهارده نص دولار هتصحي الصبح تلاقيهم ربع دولار، عادي جدا، هو مزاجه كده، هو شايف ان الصح كده. حضرتك جبتي دولار، بعد يومين ثلاثه هو حب ان هو ياخد منهم 50 سنت، هياخد، تمام؟ شويه هياخد منهم 30 سنت كمان. كان معاكي 3 دولار، فجاه لقيت صحيت الصبح لقيتي معاكي 1 دولار. على فكره الحاجات دي حصلت مع اغلبنا، واللي فعلوا قبل مني حصلت معاهم كده، وكنت بستغرب جدا لما يدخل ويقول انا كان معايا 7 دولار وفجاه يا جماعه صحيت الصبح لقيت معايا نص دولار، طب ازاي؟ المفروض ان ده ربح جاي من الاعلانات اللي اتحطت على المحتوى بتاعك، تمام؟ انت من شرطك الثالث ان انت هتاخد مني 10 دولار او هتجني من ورايا ربح 10 دولار، المفروض يعني، انت بقى مش عايزني اوصل لهم. ازاي؟ علشان 10 دولار دول لو هيجوا في شهر تخليه شهرين، تخليه 3، تخليه 4، ما هو محدش بيحاسبك. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الشرط الاول والثاني بنودهم معروفه جدا 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 ومتعرف عليها في اليوتيوب، والشروط موجوده والبنود موجوده وانت ممكن تطلع عليها. انما بيجي عند شرط الربح او الحته اللي هي بتاعه الربح وتفاصيل الربح وتفاصيل مبهمه جدا، اللي هو الكلام اللي انت ما تعرفش هو انت رايح ولا راجع، ما تعرفش حاجه، داخل ولا خارج، ده امبارح ولا النهارده، ما تعرفش حاجه خالص خالص. عارفين المحامي اللي هو يعرف يقلب الباطل زور والزور باطل؟ هو ده بالظبط، اللي هو مش عايز يدين نفسه في الحته دي بالذات. في اي حاجه تانية ممكن تبعت له رساله ويرد عليك على الجيميل بتاعك ويقول لك ان رسالتك في 1 2 3 4 وانت عندك حق في كذا او ما عندكش حق في كذا والكلام ده كله، الا في موضوع الفلوس تبعت له 1100 رساله تكلمه، انت متاح ليك ان انت تكلم احد ممثلي اليوتيوب، تمام؟ بتكلمه برده ما يودكش لاي حاجه خالص، يقول لك نقرات غير شرعيه، اللي هو ازاي يا فندم؟ انا عندي بنتي او ابني ومبسوط بمامته وعمال كل شويه يفتح الفيديو بتاعي، ايه المشكله في كده؟ ايه النقرات غير شرعيه في كده؟ والله هو حر انت ما تحسبهاش، ولكن انا مش مسؤول انك تحاسبني وتقولي دي نقره غير شرعيه، يعني ايه غير شرعيه يا عم الحاج؟ مش فاهمه يعني، حراميه؟ إيه كلام فارغ وكلام. هو دي اختراعات اليوتيوب علشان في الاخر ما يوصلكش للربح الاصلي بتاعك. كل القنوات يا جماعه اللي حصل معاها كده، و طلب منهم يعني واحد زميل، قناه زميله طلبت منهم ان هو يعمل ريكورد بصوتهم او يصور لهم الحاجات اللي هو الربح اللي قبل الخصم والربح اللي بعد الخصم. القنوات دي خافت. خافت انها تطلع حاجه من دي خالص، خافت على قنواتها. انا مش خايفه لان انا ليا حق، تمام؟ وعايزه اقول لليوتيوب ان انا مش عايزاه. ده اولا. ثانيا مش حكايه بس مش عايزاه. اليوتيوب في الاول خالص انا كنت داخلاه عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو هيتيح ليا ممكن اصدقاء وناس اتعرف عليهم ويتعرفوا عليا، اخوات من جميع انحاء العالم مش بس من مصر، مش بس من المكان اللي انا ساكنه فيه، وانا كنت حابه ده قوي.
ده من غير ما نكشف طبيعة حياتنا على بعض ولا حاجة. ده أولا. ثانيا الربح، تمام. الأولانية، الحاجة الأولانية دخل عشانها اليوتيوب، حصلت بالفعل وبامتياز، إن أنا فعلا الحمد لله رب العالمين بقى عندي ناس متابعين ومحبين وأصحاب، إن شاء الله حتى لو 50 لو 100، والله العظيم دول عندي أهم من أي شيء في الدنيا، تمام. إنما تاني حاجة الربح اللي هو ما حصلش. الربح ده بيحصل بالفعل، ولكن اليوتيوب بيخصمه مني ومن غيري ومن غيري، والله العظيم ثلاثة. أنا معايا مش يعني أعرف يعني قنوات كتير جدا، أنا مش عايزة أبالغ في العدد، بس والله العظيم ثلاثة هو ده فعلا اللي حاصل. عايزة أقول لك إن أنا مش هستسلم، وإن أنا مش عايزة منك فلوس، تمام. أنا عملت كده علشان ناس تحبني وأنا أحب ناس، يبقى عندي معارف في اكتر من دوله، وده اللي حصل بالفعل. واحنا هنستمر مع بعض سواء جوه اليوتيوب او بره اليوتيوب. عايزه اقول لكل الناس اللي بتعتمد على اليوتيوب كربح، يا جماعه لازم تحط في دماغك حاجتين. اليوتيوب عايز منك ايه؟ عايز تعملي قناه روتين لا مؤاخذه وتبيني مفاتن جسمي، يعني حضرتك ممكن الكنبه اللي ورايا دي تيجي تنضفيها بكل بساطه، تمام، وتبيني بقى توطي وتعملي والحاجات اللي انتوا عارفينها دي كلها اللي هي تتنافى مع طبيعتنا الشرقيه، تمام. وعايز يبين كمان لما احنا نعمل كده ان المصريين او العرب عموما ممكن يعملوا اي حاجه في الدنيا مقابل المال، ان هم يحصلوا على فلوس من اليوتيوب. الناس ما تخصمش منها، خلي بالكم الناس بتترفع بسرعه جدا 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 وبيجي لها مشاهدات بالهبل. هو ده اليوتيوب اللي عايزه في المقام الاول. المقام الثاني، اليوتيوب عايزك تكشفي كل اسرار بيتك، بمعنى الكاميرا يا فندم تبقى محطوطه في البيت 24 ساعه. صحينا الساعه كام؟ فطرنا ولادنا ايه؟ وبكام؟ واتغدينا ايه؟ وبكام؟ واتعشينا ايه؟ وبكام؟ خروجاتنا بنعمل فيها ايه؟ هزارنا مع بعض بنعمل ايه؟ مستوى اللبس اللي بنشتريه بكام ومنين؟ هو ده اليوتيوب اللي عايزه يا جماعه، اللي هو بنكشف ستر البيوت. واحنا انا عايزه اقول ان في ناس كتير عمل اللي هيقول لك وفاء وحمدي وفاء نجحوا نجحوا كده عشان خلوا بيتهم 24 ساعه مشاع للوطن العربي والاوروبي كله. 24 ساعه الناس عارفه هم بياكلوا ايه وبيشربوا ايه وبعاملوا ولادهم ازاي وبيخرجوا وخروجاتهم فين، وحتى بيهادوا بعض الهدايا نوعها ايه وازاي، وحتى التحديات اي حاجه في الدنيا بيعملوها 24 ساعه الكاميرا في بيوتهم. اليوتيوب عايز الحاجتين دول، يا تعملي الروتين ماشي وتكشفي مفاتن جسمك، يا تعملي 24 ساعه بيتك وعيلتك واهلك عرض مستمر. الا من رحم ربي بقى حد بيتكلم في التقنيات، فبالتالي حد بيدخل يدور على النوع ده من المعرفه علشان عايز محتاجه في شغله. حد بيتكلم عن لا اله الا الله اللي هي مثلا قران، حد عايز بيشغله في البيت بركه من خلال التليفون، الحاجات دي. غير كده والله العظيم اليوتيوب عايز الحاجتين دول. وانا عايزه اقول انا لا هعمل روتين واكشف مفاتن جسمي، ولا هعمل عرض مستمر للبيت 24 ساعه، ولا هطلع ابدا الوطن العربي او المصريين ناس بتعمل اي حاجه في الدنيا مقابل المال، لان احنا مش كده. احنا اصل المال من الاول يعني، واحنا اصل الحضاره اللي بتعمل كده على فكره وتضر نفسها. والحاجات دي والله العظيم هي لو فاقت في يوم من الايام وحبت تمسح الحاجات دي كلها من حياتها مش هتعرف نهائي. لو مسحتها هي من على اليوتيوب مش هتمسحها من مخ الناس. واللي بتلبس نقاب علشان تعمل الحاجات دي والله العظيم انت على راسك طين وفي عينك طين وفي قلبك طين، مش الخمار ده هو اللي مخبي الطين. بالعكس، انت خايفه من الناس ولا خايفه من الخالق اللي شايفك وانت عامله الحاجات دي؟ وانا عايزه اعرف برضو جوزها اللي بيصورها بتصور ايه؟ انت بتصور المدام لمين؟ هي المدام كده بتعمل ايه يعني؟ على اساس بتتفرجوا على ايه؟ انتوا مش عارفين تغسلوا السجاده؟ مش فاهمه برضه، مش عارفين تنضفوا وتنفضوا الكنبه اللي وراكوا ولا تغسلوا شويه المواعين. يا جماعه اللي يعتمد على اليوتيوب اللي تقول لك انا ارمله واليوتيوب هيدخل لي دخل ممكن يساعدني، غلطانه. اللي تقول ان انا بنتي مثلا معاقه او بعد الشر حتى عندها معاق في البيت وهعمل له ده يتسلى بيها والكلام ده، يتسلى بس اوعي تعتمدي ابدا ان اليوتيوب ممكن يفتح بيوت. لو انت محترم، لو مصره على مبدا واحد مش هتغيريه، تبقى غلطانه. غلطانه تماما. لازم تقعدي تتنازلي 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 علشان ما يخصمش منك، علشان هتبقي عبده الدولار بتاعه. اسفه جدا، اولا ارفض الاستسلام، ثانيا ارفض ان اكون عبده للدولار بتاعك. خليهولك يمكن ينفع. كل قنوات الصغيره على راسي من فوق، والقنوات الكبيره برضو على راسي. زي واحد زي احمد حسن وزينب
اللي عايز يعمل زيه ويطلع مراته وبنته، ومراته في اوضه العمليات بتولد بنته، بالحاجات دي كلها. انت قدمت الثمن، وقدمت الثمن غالي قوي 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 مقابل شويه فلوس ملونه. اللي عايز يعمل كده هينجح قوي قوي، هينجح جامد يا جماعه. لكن اللي عايز يحافظ على مبدأه صدقني مش هينجح، مش هياخد جنيه. ممكن الناس تحبه، ناس تعرفه، يعمل صدقات، انما فلوس جنيه مش هياخد. لو كنت جبت شويه شرابات وفلايات وملايات ومش عارف ايه يا جماعه، على فكره ادوات مطبخ، حاجه للثوم وحاجه للبصل وحاجه للمعرفش ايه، وقعدت عشان ابيعهم، صدقوني اقسم بالله انا كنت جبت ال10 دولار كنت هنجح كويس قوي، كنت هكسب كويس قوي. ولكن انا اخترت طريق تاني وطريق صعب، وانا مش مستنيه منه فلوس. وشكرا لكم حبايبي، سلام عليكم.